ابن عمي اخذ عمتي، عمتي ما بتخلفش، وداها الحج، ومقابل الحج وصرفت في الحج تقريبا 90,000 جنيه. يعني طيب احنا حسبنا هذا، هي كتبت له قطعة أرض ب ما يقارب 1,200,000. لا كتير جدا، 90 لمليون، يعني طبعا هذا ظلم وبين. عندها كم مليون هي؟ 100 مليون ولا ايه؟ لا هي ما عندهاش غير دي و6 جرارية في أرض لا إسرائيل لا لا موجودة لا، في ظلمت سائر الورثة، عندها ظلم للورثة. ظلم لسائر الورثة طبعا. هو قال لنا لو أي شيخ أو أي راجل، يعني زي الشيخ مصطفى عدوي، زي الشيخ علي عبد السلام، أي واحد من الناس المعتبرة دي، قال إن ده غير جائز شرعا ليا، أنا هرجع لكم الحياة. لا أنا شايفه كده تجاوز الحد بمراحل. هو كلفه حجها 90,000، إذا قلنا إن حجه هي تتحمله أيضا كمحرم تمام، ايوه 170,000، يعني زودناها 200، 250، لكن 1,200,000 كثير جدا.